باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نبدأ الإصحاح الـ13 اللي بيتكلم على تقسيم الأرض على إيد يشوع. أول كلمة مكتوبة فيه إيه؟ وشاخ يشوع. يعني زي ما تقولوا كده من الإصحاح الـ12 للإصحاح الـ13 في سنين عدت. يشوع في الوقت ده كان كسر الـ100 سنة خلاص. كان عمره كسر الـ100 سنة. تقدم في الأيام فقال له الرب أنت قد شخت. تقدمت في الأيام. بصوا الآية الجميلة دي. وقد بقيت أرض كثيرة جدا للامتلاك. زي ما قلت لكم يشوع ابتدى القصة بس. لكن شعب بني إسرائيل هيعمل إيه المفروض؟ يكمل وينظف الأرض كلها. فربنا بيقول ليشوع أنت ابتديت صحيح بس لسه هنكمل شوية مع بعض. وشعب بني إسرائيل هيكمل بقى لغاية الآخر. ودي بقى تفيدنا لو احنا بنتكلم بالنظرة الروحية. ساعات الواحد يحارب 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 او ينتصر 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 وتلاقي ربنا في الاخر يقول لك ولا لسه دقت حاجة. يعني انت مثلا الواحد عمل مجهود كبير قوي في الصوم على فكرة ربنا مبسوط جدا بس لسه في الصلاة بقى احلى وهتحس بجلامة. طب في الكتاب المقدس او لسه في عقيدة لسه في طقس لسه في سير قديسين. فمهما الواحد وصل لسه في بحار بحار توجد أرض كثيرة جدا للامتلاك. كثيرة وصل التعبير أرض كثيرة جدا. وقلت لحضراتكم قبل كده أن كلمة جدا دي مش صيغة مبالغة متكررة في الكتاب المقدس كتير. لا لما بتيجي كلمة جدا ربنا يقصد أن هي كتير الفعل بالفعل. فربنا بيفتح نفس يشوع وبيقوله ده لسه انت لسه ده ممكن لسه حاجات كتير قوي تكتسبها وخبرات روحية طويلة تفرح بها مع ربنا. وابتدى يقول له شوية شعوب من اللي ممكن يكسبها. بصوا مثلا يقول ايه كل دائرة الفلسطين لسه وكل الجاشوريين لسه وبعدين من كذا 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 اقطاب الفلسطينيين الخمسة الغزي والاشدودي والاشقلوني والجتي والعقروني والعوينيين. دول لسه ناس ما تسمعش عنهم. دول ده لسه ربنا بيقول له كل دول لسه هتكسبه. وعلى فكرة كل واحد من دول برضو ليه تفسير اسم بس احنا كفاية لغاية هنا لان دول مش هيحاربهم دلوقتي يشوع. لكن في اشدودي ده معناه الشديد الـ 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 العنيف وهكذا. كل واحد ليه اسم برضو معناها حروب كلها اسماء صعبة تشويه تشير الى انهم ناس اشرار. يعني ما اللي يفتخر باسماء صعبة ده يعني هو ميوله صعبة. اللي يسمي ابنه على اسم حاجة عنيفة يبقى هو عنيف غير اللي يسمي على اسم قديس غير وهكذا. فواضح ان هي كانت شعوب مثلها الأعلى كلها مثل عنيفة جدا. فكل الشعوب دي ليها أسماء كده صعبة. تعالوا ننقل على الآية رقم 7. والآن أقسم هذه الأرض ملكا للتسعة أصباط ونصف سبط منس. ربنا هيقسم بقى على إيد يشوع الأرض بتاعت كنعان على 9.5 سبط. طب ليه هما مش هما أصلا 12 سبط؟ في 2.5 اوريدي ملكوا في الشرق الاردن لكن 9.5 دول في الغرب. وكان في اتفاق من ايام موسى ان احنا على الحلوه وعلى المر لما نعدي نهر الاردن تيجوا معانا تحاربوا بعد كده بتروحوا تمتلكوا. ووافقوا صح. لازم شعب ربنا يتحرك مع بعض كده. وعلى فكره دي الحكمه مثلا ايه لما نيجي نقول لازم اللي يتقدم للتناول في وقت الصيام يكون صايم. ليه؟ ببساطة عشان المناولة هي اتحاد بجسد المسيح. طب جسد المسيح لا ما جسد المسيح يعني المسيح وجسد المسيح يعني الكنيسة. فعشان تخش تتحد بالكنيسة يبقى هتعمل اللي هي بتعمله دلوقتي. هي صايمة وانت عايز تخش وسطيها هتمشي معهم في موجة الصيام. الفترة دي فريحي الفترة دي مطنيات الفترة دي ايه. فزي ما الكنيسة ماشية بنتحرك. فأنا في مناولتي بتحد بالمسيح بجسد المسيح المسيح كشخص وبتحد بالكنيسة إخواتي. فلازم زي ما هم متحركين يا إما على الأقل أستأذنهم أقول لهم معلش ممكن أخش وياكم من رغم أن أنا لسه يعني مش عامل اللي أنتوا بتعملوه اليومين دول مش في شركة واحدة مع اللي بتعملوه. فبنستأذن من حد يمثل الكنيسة لو أبونا. يعني لما اجي اقول لابونا معلش ابونا انا النهارده حصل كذا النهارده ما صمتش كذا النهارده 9 ساعات ايه كنت مضطر اخد دواء ايه. دي بعمل ايه انا بستاذن الكنيسه اني داخل اتحد بيكم بالرغم ان انا مش ماشي على نفس النظام بتاعكم. طب
بستأذن من مين؟ ممن يمثلكم، الكاهن. عشان كده يشوع وموسى من قبله قال له كلنا هناكل مع بعض، كلنا هنعدي أرض نهر الأردن مع بعض، كلنا هناكل من النتاج الجديد مع بعض، كلنا هنذبح الفصح مع بعض، كلنا هنملك مع بعض، حتى وقت ما تملكوا أرضكم هو الوقت اللي كلنا نكون ملكنا الأرض فيه. فاهمين الفكرة؟ ما يهلكش حد وكلنا نتحرك سوا. يعني الآية رقم 13 توجع القلب. من أول الآية رقم 7 الآية رقم 13 ربنا عمال يقول لي يشوع شوف بقى هتقسم الأرض والأرض جميلة ومش عارف إيه، لكن نيجي الآية رقم 13 ولم يطرد بني إسرائيل الجشوريين والمعكيين، فسكن الجشوري والمعكي في وسط إسرائيل إلى هذا اليوم. ده دول شعبين كده، ده لسه في شعوب تانية شعب بني إسرائيل هيسيبها برضو مش هيرضى يحاربها، بس يدوبك أدي أول مرة يذكر إن شعب بني إسرائيل اتبسط قوي إن الأرض هتتقسم عليه، بس مش ناوي يعمل الوصية اللي ربنا قالها لهم. ابتدت تتنبط عليها هو من دلوقتي من الآية رقم 13. من أول هنا بقى من الآية رقم 15 يبتدي تقسيم الأرض. هنقعد بقى الإصحاح ده كله لغاية آخره، والإصحاح 15 والإصحاح 16 وال17 وال18 وال19 لغاية 19 على الأقل، وتعتبروا كمان وال20 وال21، بس يعني فيهم حتة زيادة هنوصل لها. كل الجزء اللي فاضل ده لغاية تقريبا الإصحاح 21 كلها تقسيم الأرض. طب ايه نجريها؟ لا ما نجريهاش، احنا بندرس الكتاب المقدس بشكل اعمق شوي. طبعا لو حد مبتدئ هيلاقي اسماء وهيلاقي حاجات ويعديها وماله، ممكن كحد مبتدئ، لكن فرصة نخش في شوية عمق ونشوف ربنا ممكن عايز يوصل لنا ايه. تعالوا في الاصحاحات اللي فاضلة دي ونشوف تقسيم ارض الموعد هيبقى عامل ازاي، ونجيب الخريطة رقم 3. دي تقسيمة أرض الموعد. على فكرة الجزء اللي هنقوله كنوع من التأمل أنا نقلها لكم من تأملات الأباء، ولكن في واحد أب كده من أباء الكنيسة علامة اسمه العلامة أوريجينوس، تسمعوا عنه مش كده؟ قال جملة جميلة جدا أظن هو اللي قالها. يعني قال إيه؟ قال ما احناش هنفهم الجزء ده من سفر يشوع غير في الأبدية. يعني هنفهمه دلوقتي كده ايه نص نص، لكن هنفهمه كويس جدا في الابديه. ليه؟ لان الجزء ده هو تقسيم ارض الموعد اللي هي كنعان، كانهم راحوا السماء، وفي شبهه بالظبط في سفر الرؤيا. هتلاقوا في سفر الرؤيا يقول لك لقيت من سبط كذا 12,000 مختوم، ومن سبط كذا ومن سبط كذا، تقسيمه السماء وتقسيمه ارض الموعد. أوريجينوس قال دول شبه بعض، ومهما نتكلمها كلمنا مش هنفهمها غير في السماء. فاحنا يا دوبك ايه هنعرف بعض المعرفة دلوقتي، نتأمل بعض التأملات. كان مجموعة من الأباء وضعفي كنت وسطيهم، كنا مع أحد أباء في أحد الأديرة من الأباء الشيوخ، وبعدين أبونا من اللي معانا عارف عنه سر، فقال له يا أبونا احكي لنا عن القصة اللي حصلت معك كذا كذا لما كنت في المستشفى. لا انا ما بحكيش، ايه ابونا ده ازاي تقول كده، ما انا مش عارف ايه. قعد يروغ لغايه ما ضغطنا على اعصابه الحمد لله عشان نطلع الكنز. فقال لي قال ببساطه انا كنت داخل اعمل عمليه في مستشفى كذا، وبعدين اتحجزت ليلتها يعني العمليه تاني يوم عشان يعملوا تحاليل ومعامل وكده، وكان ميعاد العمليه تاني يوم الساعه 2 الظهر، وانا جاي من اليوم اللي قبليها. فمن اليوم اللي قبليها على الساعه 2 الظهر برضو انا موجود في المستشفى، وكنت مشدود شوية لأن أول مرة في حياتي أسيب الدير وأسيب، هو بقى هو شيخ فهو من زمان قوي في الدير، فأول مرة يخش مستشفى ويشوف الدوشة دي، هو كان متوحد. فكنت مشدود شوية، وأنا نايم على السرير في الأوضة بتاعتي في المستشفى لقيت ملاك جه وقال لي خايف من إيه يا أبونا؟ قال له ما مش يعني أول مرة الجو ده مرعب يعني. قال له طب تعال تعال أخيرها هيحصل لك إيه يعني، هتموت يعني وفيها إيه، تعال أفرجك. وراح واخده، هو ما ماتش ولا حاجة ما بيحكي لنا، لكن خده ووري له منظر في السماء. فبيقول أنا لقيت منظر مهيب وجميل جدا، والناس
متقسمين مجاميع، يعني مجموعة اللي كانوا عايشين في نفس الوقت في مجموعة، والمجموعة اللي عايشين كانوا في نفس الوقت في مجموعة. فحتى أحد الأباء معنا فقال له يعني تقصد مثلا ميزت بابا شنودة مثلا وكان هو في نفس الوقت بابا كرولوس؟ قال له لا مش يعني أقدر أقولك إن هم كانوا موجودين آه، بس أنا مش عارف أعبر. فراح أبونا تاني قال له طيب شفت إيه تاني؟ فقال أنا شفت أسماء حتى الناس مكتوبة على الحاجات اللي هم عليها. فقال له يعني تقصد في كراسي مثلا قاعدين عليها؟ قال لا مش كراسي، هي يعني هي حاجات وهم حاجات برضو. فأبونا قال له يعني احنا عايزين شوية عايزين نشبع أبونا. قال له بص أنا عايز أقول لك حاجة، دي اللي عايز أقولها لكم بقى الحتة الجاية دي. قال له بص يا أبونا أنا قعدت في الرؤية دي من الساعة 2 الظهر لغاية الساعة 11 بالليل، وانت بتكلمني دلوقتي أنا فاكرها بحذافيرها، بس مش عارف أقول أي حاجة، مش عارف أتكلم، يعني الفكرة في دماغي بس مش عارف أحولها الكلام. شوفوا المعنى دوا، سيبكم من المعجزة وإن أبونا طلع وشاف السماء مش دي، لكن اللي يهمني هي دي فعلا كلمة ما لم تراه عين وما لم يخطر على قلب بشر. يعني بيقول أنا عارف أميز بس مش عارف أصيغها. حاجة جميلة جدا. فعلشان كده يمكن الأب اللي بقول لكم عليه قال بصوا احنا هنعرف هنا على الأرض بعض المعرفة، لكن في السماء نفهمها بقى، رؤية العيان صح؟ سأعرف أو سأعرف كما عرفت، ما بولس الرسول قالها كده. نحن الآن نعرف بعض المعرفة ولكن حينئذ سأعرف كما عرفت، يعني زي ما ربنا عرفني أنا هعرفه. يا خبر نقعد فيها الأبدية بقى، ما عشان واحد يعرف اللانهائي محتاج لا نهاية من الوقت، عشان كده اسمها أبدية، هقعد أعرف ربنا إلى ما لا نهاية، وهي دي بقى المتعة. قد كده احنا نستمتع بكلمة ربنا دلوقتي، فما بقى أدراك بالإيه؟ بالسماء. لكن ناخد كده التقسيمة نظريا وبعد كده نشوفها بالطريقة الروحية. دول السبتين ونص اللي تقسموا شرق نهر الأردن، رأوبين جاد ونص سفت منس، عشان كده أنا كاتبه كده لأن نصه هنا ونصه التاني هنا. مركزين معايا؟ الناس اللي هناك مظلومة شوية ولا عارفين يتابعوا مع المؤشر؟ طيب ادي رأوبين ادي جاد ادي منسق، واخد النص هنا واخد النص هنا. بقيت الاسباط بقى عايزكم تتخيلوا كده، هي ببساطة فاضل كام سبط؟ 9 ونص. نص منسق هنا في نص الارض دي، امال بقيت الاسباط متوسعين ازاي؟ 3 فوق 3 في النص 3 تحت، مش بالظبط لان مفيش خط فاصل زي ما انا راسمها، لكن بالتقريب. فوق على فكرة فوق الحتة دي لا تبقى أيام السيد المسيح اسمها الجليل. الحتة اللي فوق دي لسه دلوقتي ما اسمهاش الجليل، أيام يشوع ما اسمهاش الجليل، لكن أيام السيد المسيح الجزء اللي فوق ده هيبقى اسمه الجليل. مين الأصباط اللي عايشة فوق هنا؟ نفتالي وأشير وزبولون. الجزء الوسطاني ده أيام السيد المسيح هيبقى اسمه السامرة، بس أيام يشوع مين اللي عايش فيه؟ يساكر، إفرايم، دان، ها، ونص منس صح؟ طيب الجزء التحتاني بقى اللي هي أيام السيد المسيح هيبقى اسمها اليهودية، اللي هي فيها أورشليم وفيها الهيكل بعد كده. طبعا هنا مفيش لسه هيكل، هنا خيمة الاجتماع. الجزء ده عايش فيه مين بقى؟ يهوذا طبعا أشهرهم، ومعايا بنيامين وشمعون، التلاتة دول. يهوذا وهنعرف ان يهوذا كان حتة كبيرة قوي، وخد شمعون يعيش وسطي كده، يعني ايه عطف عليه عشان يعيش معه عشان ما كانش ليه حتة شمعون. انت هتيجي في سياق الكلام، يهوذا بنيامين شمعون تحت، زبولون نفتالي اشير فوق، يساكر ودان وإفرايم في النص ومعهم نص سبط منس. طب واللي فاضلين مين؟ رأوبين وجاد ونص سبط منس. لما تعدوهم هنا هتلاقوهم كام؟ 12 سبت، بس ناقصين سبت مش متوزع، لاوي. ليه؟ لان لاوي كان متنطور هنا بقى، كل في كل حته ليه مدينه عايش فيها، كل سبت من دول اداله مدينه، بالرغم ان هو ملوش ارض كامله لكن خد مدينه من كل سبت. هندرسها هنعرف انهي مدن اللي راحت له هيعيش فيها. امال ليه ما بقوش 11؟ مش المفروض كده لاوي ما عندوش ارض؟ بس جينا نعدهم لانهم 12 برضه، لأن يوسف اتفك بسبطين، منسة وإفرايم. تاني معلش الحتة دي بتلخبط،
الارض توزعت على 12 سبت. ال 12 سبت دول ناقصين لاوي. امال هما ازاي 12؟ لاوي صحيح ملوش ارض لوحده، لكن هما المفروض كان يبقوا 11، بس سبت يوسف اتقسم لسبتين منسى وإفرايم فرجعوا تاني 12. فهمتوا الفكرة؟ 2.5 خدوا شرق الأردن، والتسعة ونص خدوا غرب الأردن. لما جينا نبص على معاني الأسماء دي، فاكرين لما جينا معاني أسماء الأصباط، لما جينا ندرس معاني أسماء الشعوب، فاكرين كانت معاني شريرة ازاي؟ الكبرياء، العنف، الشهوة، أنا مش عارف إيه. معاني الأصباط بقى أجمل بكتير طبعا، لأن هي المعاني اللي هتورث أرض الموعد، فتلاقي كلها فريحي وبتشير إلى ميراث الأبدية. بصوا كلمة رأوبين يعني الرب قد نظر إلى مزلتي، جاد يعني اتولد بفرح بسعد، اسمها بسعد، منسى يعني الله أنساني كل أتعابي، يهوذا يعني أحمد الله أشكره، إفرايم يعني ثمرا مضاعفا في مزلتي. الأسماء دي على فكرة أنا جايبها منين؟ من سفر التكوين، لما جت أمهاتهم تولدهم من يعقوب، كل واحد من دول تسمى الاسم اللي أنا نقله ده. أنا منقول بنيامين يعني ابن اليمين، طبعا في الأبدية هنبقى عن يمين ولا عن الشمال؟ هنبقى عن اليمين. شمعون يعني أخيرا ربنا سمعني، الرب قد سمع. زبولون أسكن وأستريح، يساكر أجرة ربنا. بصوا كلام تحس ان هو كلام كله معناه كأني طلعت الأبدية وربنا بيكافئني. أشير يعني فرحة أو غبطة. نفتالي يعني صارعت وغلبت، تحس ان هو لسان حال الشخص لما يوصل السماء مش كده؟ أخيرا ربنا سمعني، أخيرا هسكن وأستريح، أخيرا هبقى ابن اليمين، أحمد الرب، الله أنساني كل تعبي، الله نظر لي في مزلتي، الله أعطاني ثمرا مضاعفا، الله أغبطني. دان قضاء الله، قضى الله. لاوي هتحد بربنا، اقتران واتحاد. لدرجة أن ده الترتيب بتاع الأصباط بحسب ترتيبهم في سفر يشوع، فالكتابهم بالمعاني دي رح عكسهم بنوع من الشعر كده عشان نحفظه. فقال لك الله نظر إلى مزلتي ففرحت، أنساني أتعابي فشكرت، أعطاني ثمرا عوض مزلتي فجلست عن يمينه، الرب قد سمع لي فأسكن عنده وأستريح، يعطيني أجرتي فأفرح. أفرح غبطة، فرح أو طوبة. طوبة لمن صار أشير دي معناها فأفرح أو معناها فطوبة لمن؟ يعطيني أجرتي فطوبة لمن صارع وغلب، يقضي الله له ويتحد به. شفتوا جميلة ازاي؟ هي عبارة عن ايه؟ معاني الأسماء زي ما جات في سفر التكوين بس بالترتيب اللي جه في سفر يشوع. ده ترتيب امتلاك الأرض. وفعلا هي مش متلفقة، يعني أنا عايز أقول ليه عايز أقول كده؟ لأنه واضحة جدا الديسكريبنسي أو الفرق ما بين معاني أسماء الناس الحلوة دي ومعاني أسماء البلاد اللي هم عايشين وسطيهم. دي كانت معاني كارثية. تخيلوا بقى التانين معانيهم الشدة، الحرب، الشهوة، الإغراء، الاحتيال، العنف، القسوة، الموت. مش دي كانت الأسماء اللي بنطلعها؟ يجوا بقى يسكن جنبيهم مين؟ الناس الفرحانة اللي ربنا أرحها أخيرا وربنا ادها ثمر وهكذا، حاجة تفرح جدا. تعالوا بقى نقرأ وناخد ملحوظة من كل إصحاح. إحنا كده خدنا نظرة شاملة صح؟ تعالوا ناخدها كده بالراحة. عند كل أرض من دول هقول شوية تعليقات. من الآية رقم 15 نبتدي تقسيمة الأصباط بحسب الترتيب اللي قلناه ده، الإصحاح 13 والآية رقم 15. وأعطى موسى سبت، موسى سبت بني رأوبين حسب عشائرهم. دي جملة اللي هتتقال عند كل سبت. فكان تخمهم من كذا إلى كذا في وسط كذا. شوية أسماء كلها لها معاني بس مش هنقولها بالتفصيل، هنقول الحاجات المهمة فيها. هاجي عند الآية رقم 22. في الجزء اللي هيملكه سبت رأوبين، رأوبين ده شرق ولا غرب الأردن؟ شرق. من ضمن الناس اللي كانوا لسه عايشين لغاية دلوقتي عارفين مين؟ آية رقم 22. وبالعام، يا حمد الله على السلامة، وبالعام ابن بعور العراف قتله بنو إسرائيل بالسيف مع قتلاهم. يعني كان لسه عايش لغاية دلوقتي
في شرق نهر الأردن. مين بلعام؟ القصة بتاعت زمان بقى، ما دي الحتة اللي كان عايش فيها المؤابيين. حتى لو فكرتوا الخريطة دي الحتة اللي مكتوب فيها الشعب مؤاب، هي نفس الحتة اللي هيورثها رأوبين. ده بلعام اللي خدنا قصته، كان لسه عايش لغاية دلوقتي، وشعب بني إسرائيل من ضمن القتلة بتوعهم، ناس كلهم كانوا عرفين وصحرة وعباد أوسان، فكان واحد من ضمنهم بلعام، بس هم قدروا يميزوا شخصه، حافظينه طبعا، عارفينه من ساعة المصايب اللي عملها. نيجي السبت اللي وراه، سبت جاد، بنو جاد حسب عشائرهم، وبرضو الوصف من الحتة الفلانية للحتة الفلانية وهكذا، مش هنقول فيها تفاصيل كتير. سبت منسة، احنا كل ده بنتكلم لسه شرق الأردن، قلنا رأوبين وادي جاد، تعالوا نقول منسة. وأعطى موسى نصف سبت منسة، ايه بقى؟ وكان النصف سبت منسة حسب عشائرهم، وكان تخمهم من حتة اسمها محنايم، كل باشان، كل مملكة تعوج ملك باشان. يبقى سبت منسة في شرق الأردن هياخد الحتة بتاعت باشان، عوج ملك باشان. اللي يهمني أقول إن الحتة بتاعت باشان دي يتقال إن دي إيه إقليم باشان ده؟ تسمعوا عن مرتفعات الجولان دلوقتي؟ يتقال إن هي كلمة باشان دي هي دي اللي تشير إلى مرتفعات الجولان، أو ده المكان بتاع مرتفعات الجولان حاليا. ده كان من نصيب سبط منسة في العهد القديم. طيب الإصحاح الأربعتاشر، صح الأربعتاشر هنعمل بوز شوية. هيتقسم في الإصحاح الأربعتاشر الملك أو الأرض مش لسبط كامل، لكن لشخص من جوه سبط. مين الشخص ده اللي يستاهل إن ياخد إصحاح؟ لا ده إنسان بقى يستحق الدراسة. أنا كنت عايز نفرد له محاضرة أو وعظة كاملة لأنه يستاهل. أنا هقول لحضراتكم بعض النقط الجميلة في حياة هذا الشخص، ومتروكة لحضراتكم بقى إيه تتأملوا فيه براحتكم، لأنه فعلا شخصية تستاهل. واخد إصحاح كامل تقسيمة الأرض الكالب بس لأنه يستاهل. ليه بقى؟ أول حاجة كالب، تفسير اسم كالب يعني قلب، والراجل ده اسم على مسمى، لأن فعلا قلبه يستاهل. يعني لو عايزين نطلع صفات القلب اللي بيوزن عند ربنا، أصل القلب ده مهم أوي، هو ده اللي يوزن عند ربنا أو ما يوزنش. كالب ده قلبه يوزن عند ربنا أوي. فاكرين لما قلت لحضراتكم أو أنتوا عارفين برية شهيت، سموها ليه برية شهيت؟ قالك عشان كلمة شهيت دي معناها ميزان القلوب. الواحد يطلع في الصحراء يوزن قلبه كده، يا ترى بحب الصلاة، بحب الخلوة، القعدة مع ربنا، الناس القعدة بتسبح دي يعني عبرتهم، مبسوط كده بالقعدة دي ولا مشتاق قوي للخبطة؟ مش هقول للعالم، العالم احنا لازم نعيش جوه العالم، لكن في واحد ما يصدق يطلع كده يصلي شوية مع ربنا، وفي واحد ما لا ما مش عايز دي، مش قلبه. فربنا جاي النهاردة يقول ايه؟ اوزن قلبك يا ابني، اعطيني قلبك، لألا ينكون زي الشعب اللي اتقال عليهم، ربنا قال عليهم هذا الشعب يكرمني بشفتيه أما قلبه فمبتعد عني بعيد. ربنا بقى يحب القلب ده قوي. ليه هاجي عند الإصحاح ده؟ معلش وهعمل بوز كده، وتعالوا نراجع شخصية كالب دي في عجالة نقط العناوين بس. كالب أول ما تذكر فين؟ أكيد أنتوا عارفين ساعة الخروج لتجسس أرض الموعد، اتكتب أول مرة في الإصحاح الثلاثتاشر، سفر العدد والإصحاح 13، اتذكر كالب لأول مرة في الآية رقم 6. من سبط يهوذا خرج كالب ابن يفنة، لأن موسى ساعتها نقى واحد من كل سبط، فخرج كالب من سبط يهوذا، والآية اللي بعديها ومن سبط إفرايم هوشع ابن نون. دول الاثنين اللي هيرجعوا يقولوا كلام كويس على الأرض. طب قالوا إيه؟ الآية رقم في نفس الإصحاح 13 دي، آية رقم 29، العمالقة ساكنون في أرض الجنوب، والحسيون واليابوسيون والأمريون ساكنون في الجبل، والكنعانيون ساكنون عند البحر وعلى جانب الأردن. مين اللي بيتكلم هنا؟ العشرة اللي جايين يحبطوا الشعب. ونلاقي بقى في الآية رقم 30 هيظهر القلب بقى ويعمل إيه؟ ولكن كالب أنصت الشعب إلى موسى. يعني إيه أنصت الشعب إلى موسى؟ يعني قاعد يسكتهم كده، بس إيش الكلام المتعب ده؟ اسمعوا شوفوا موسى عايز يقول لكم حاجه، بس اصبروا يا جماعه مش كده، ده كالب ما عجبوش
الهرج والمرج اللي حصل وابتدى يهدي في الناس وقال إننا نصعد ونمتلكها لأننا قادرون عليها. ده حتى ما تذكرش يشوع. مين اللي بيتكلم هنا؟ كالب. ما تذكرش يشوع، وكأن كالب هو المتقدم. وهنا أول حاجة يعني خلوا بالكم بقى، لما موسى جه يسلم القيادة ليشوع، كالب بقى لو واحد قلبه مش كويس هيحصل له إيه؟ هيغير طبعا، يقول هو في إيه أحسن مني؟ عنده إيد أكتر مني؟ شكله أحلى؟ لكن كالب بمنتهى الاستسلام تحول إلى عسكري عند يشوع، مش كده؟ ما هو كالب ده طلع الحروب عادي زي وزي غيره، فيشوع هو الرئيس، وكالب اللي كان المفروض قبله بقى عنده ولا فرق معاه. الإصحاح اللي وراه والآية رقم 14، آية رقم 5، فسقط موسى وهارون على وجهيهما أمام كل معشر جماعة بني إسرائيل، ويشوع بن نون وكالب بن يفن من الذين تجسسوا الأرض مزق ثيابهما. هنا يشوع ابتدى يظهر. في الإصحاح الأولاني ما كانش في ذكر ليشوع، هنا يشوع ابتدى يظهر وهو وكالب راحوا مقطعين لبسهم عشان الناس تهدى، اللي عايزين اللي مضايقين موسى وهارون دول. ومش بس كده، راحوا قايلين بقى وكلم جاي على مين؟ كالب ويشوع. وكلم كل جماعة بني إسرائيل قائلين الأرض التي مررنا فيها لنتجسسها الأرض جيدة جدا جدا. قلت لكم جدا قليلة، فما بالك بجدا جدا؟ جدا جدا مش مذكورة في الكتاب المقدس كله غير 6 أو 7 مرات بس فقط، دي واحدة منه. إن سر بنا الرب يدخلنا إلى هذه الأرض ويعطينا إياها أرضا تفيض لبنا وعسلا. إنما لا تتمردوا على الرب. شوفوا الكلمة، ما لهمش ما تتمردوش على موسى وهارون، لأ هم شايفين القصة أكبر من كده، ده وعد من ربنا، يبقى أنتوا اللي بتعملوه ده تمرد على الرب. لا تخافوا من شعب الأرض لأنهم خبزنا، لأن العشرة اللي بتوع الجواسيس دول جم قالوا الأرض بتأكل سكانها، يبقى احنا نروح نتاكل. فهم راحوا راضين قالوا لا ده احنا اللي ايه اللي هناكلهم. قد زال عنهم ظلهم، دول اصلا جبنة ما تخافوش، والرب معانا لا تخافوهم. دول بيوعظوا، يعني كالب هنا بيوعظ الشعب. ولكن قال كل الجماعة ان يرجم بالحجارة. ساعات يتقال مين اللي يرجم دول؟ ممكن يكون يشوع وكالب، ممكن يكون موسى وهارون صحيح، بس الجزء الاخراني في النص واضح انه بيتكلم على يشوع وكالب، يبقى يمكن يكون اللي هيرجم دول يمكن تعود على موسى وهارون، بس يمكن تكون تعود على مين؟ يبقى يشوع وكالب من اول هنا انضموا، بقوا هم وموسى وهارون في كفة، وبقيت الشعب ساير عليهم. وحصل بقى القصة اللي احنا خدناها قبل كده، ان ربنا ابتدى يقول للشعب انتوا كده مش هتورثوا ارض الموعد، الوحيدين اللي هيخشوا ارض الموعد مين بقى؟ يشوع وكالب. بصوا يتقال على ايه؟ الاصحاح، نفس الاصحاح والآية رقم 30، لن تدخلوا الأرض التي رفعت يدي لأسكنكم فيها ما عدا كالب ابن يفنة ويشوع ابن نون. في نفس الإصحاح شوية قبليها الآية 24، ربنا يفرد آية على كالب بس ويقول وأما عبدي كالب فمن أجل أنه كان معه روح. بصوا الكلمة الحلوة دي، كان معه روح، يعني روح ربنا. لأجل أن كالب من أجل أنه كان معه روح أخرى وقد اتبعني تماما أدخله إلى الأرض التي ذهب إليها وزرعه يرثها، يعني أولاده هياخدوها. يبقى ربنا يفرض كأنه شايف كالب كده، مش منسي، فيقول لموسى الراجل اللي عندك اللي اسمه كالب ده، ده جواه روح. لو خدتوا بالكم نفس التعبير اتقال على يشوع، به روح، يعني روحه مختلفة، الروح اللي ربنا عايزها عشان يختار ولاده يكون حد جواه روح مستقيمة، روح متضعة، روح ربنا ساكن جواه. فاختار يشوع، وده اللي كنا مركزين عليه المحاضرتين اللي فاتوا، لكن اكتشفنا كمان ادي ايه، ادي كالب اتقال عليه نفس التعبير، بل ان الآية هنا حتى ما ذكرتش يشوع، دي ذكرت كالب. كالب فرحان جدا بربنا وان هيجي يوم هياخد ارض. مش هخش في الحتة التفصيلية لأن موسى راح جايب كالب في وقت وقال له بص يا كالب أنت بالذات ليك أرض، أنا مش هدخلكم أرض الموعد، بس خليك فاكر يشوع زميلك لما تخشوا الأرض طلبوا وفكروا بحتة أن أنا هديك أرض أنت لوحدك بسبب أن أنت اللي جواك إيمان وروح ونقاوة، إيمان وروح
ونقاوة. فنلاقي بقى الحتة اللي بنقراها لصح 14 بتاع يشوع بقى نرجع لها تاني. يقول فتقدم بنو يهوذا إلى يشوع في الجلجال وقال له كالب نيابة عن سبط يهوذا. احنا عارفين ان كالب هو المتحدث الرسمي باسم سبط يهوذا. ابن يفنة الفنزي اسمه لقبه، أنت تعلم الكلام الذي كلم به الرب موسى رجل الله من جهتي ومن جهتك في قادش برنيع. الجزء اللي قريته لكم دول كانوا حتة ساكنين فيها في قادش برنيع، لما ربنا قال موسى الرجل ده فيه روح وهياخد الأرض وتديله هو وزرعه الأرض، دي حتة كانت اسمها قادش برنيع. يقول له كنت ساعتها ابن 40 سنة حين أرسلني موسى عبد الرب من قادش برنيع لأتجسس الأرض، فرجعت إليه بكلام عامة في قلبي. شفت الراجل مصحصح، هو عارف اسمه ويظهر متوصي. انت تاخد بالك اهم حاجة قلبك يبقى بتاع ربنا. فبيقول انا ما تكلمتش عما رأيته بعناية، لان لو قلت اللي رأيته بعناية هقول ما فيش فايدة، لكن اتكلمت بقلب الايمان. اما اخوتي الذين صعدوا معي فأذابوا قلب الشعب. شوفوا الراجل بيتكلم على مستوى قلوب، لو تاخدوا بالكم واضحة جدا. فبيقول له انا اتكلمت عن الايمان اللي في قلبي، لكن اخواتي كسروا الايمان اللي في قلب الشعب. راجل جميل جدا ده. واما انا فاتبعت تماما الرب الهي. يا سلام، كلمة تماما يعني للاخر، بس كمان تشير الى معناها اتبعت ربنا فقط، يعني ما ركزتش قوي عقلي بيقول ايه وعناية بتقول ايه، انا ركزت قلبي ايمانه ايه اللي جوه. تخيلوا لو واحد مننا يجي في يوم من الايام كده يصرح بقى زي كده، مين يعرف يصرح بقيتي؟ اما انا قبل ما يحط دماغه على المخدة كده في اليومه او في اليوم الاخير بالنسبة له، يقول اما انا فاتبعت الرب الهي تماما، حاجة تشرف. فحلف موسى في ذلك اليوم قائلا إن الأرض التي وطأتها أرجلك لك تكون نصيبا ولأولادك إلى الأبد، لأنك اتبعت الرب إلهي تماما. والآن فها قد استحياني الرب كما تكلم هذه 45 سنة. ساعة ما تجسسوا الأرض كان ساعتها عنده 40 سنة، وقعدوا يلفوا في الأرض كم سنة؟ 38 لو تفتكروا، من بعد ما تجسسوا ربنا توههم 38 سنة. طب هو دلوقتي عمره قال له ربنا بعد كده من ساعة الحادثة دي لحد دلوقتي فات 45 سنة، 38 سنة منهم توهان، يبقى هم دلوقتي في السنة كام من الحرب؟ 7، نقصنا 45 من 38، 38 سنة عاملين بيلفوا في الجبل، ودلوقتي وصلنا لسنة 45، بقى في 7 سنين. كل الإصحاحات اللي فاتت دي كانت 7 سنين، يبقى كل الحروب اللي فاتت دي قضاها يشوع في 7 سنين. من حين كلم الرب موسى بهذا الكلام حين صار إسرائيل في الكفر، والآن فهنا اليوم ابن 85 سنة. صح 40 سنة ساعة ما اتبعت، ودلوقتي فات 45 سنة، يبقى عنده 85 سنة. بصوا الآية الجميلة دي، فلم أزل اليوم متشددا كما في يوم أرسلني موسى. صدقني عندي 85 سنة، بس عارفين الآية بتاعتي يجدد مثل النسر شبابك. أنا دلوقتي في قوة زي تماما ما كنت من 40 سنة. في واحد ما يصدق، سوري اكسكيوز مي، يعني يتقدم في العمر يقول بس أنا عندي مليون عذر بقى. هنا الرجل بيقول ليشوع اوعى تشفق عليا وتفتكرني ان انا بقى اريح والناس تخدم عليا مثلا عشان انا كبرت واللي هي باست هيستوري حلوة مع ربنا وبتاع. لا، انا قوتي هي زي القوة اللي كانت عندي من 45 سنة فاتت. طب ليه بيقول كده؟ بص عشان هيطلب ايه. كما كانت قوتي حينئذ هكذا قوتي الان للحرب وللخروج وللدخول. فالان اعطني هذا الجبل، كان قدامهم جبل مش ارض سهلة، ده هياخد حتة صعبة. اعطني هذا الجبل الذي تكلم عنه الرب في ذلك اليوم، لانك انت سمعت في ذلك اليوم ان العناقيين هناك. فاكرين العناقيين؟ الناس اللي هما كانوا صعبين دول، في حب منهم يشوع كسبهم وحبة تسللوا وراحوا هربوا سكنوا في جبل. فقام كالب دونا انه ممكن من حقه يختار اي ارض، قال له انا هاخد الارض الصعبة اللي على الجبل ده، عشان الجبل ده ساكن فيه ناس هربانة وانا عايز اخلصكم منهم. اصل انا من زمان عارف ان هما بعبع، اصل هما دول بني عناق
اللي هو ويشوع كانوا راحوا شافوهم زمان، هم دول اللي منظرهم مرعب، هم دول اللي خوفوا ال 12 جاسوس زمان. فقال له بس انا لسه فاكرهم لغايه اخر شيطان، انا ما كبرتش ولا حاجه، انا لازم انظف الجبل الكبير اللي قدامنا ده، اديهوني بس دي الارض اللي انا عايزها. اتخيل يشوع ساعتها يقول له طب خد ارض تانيه افضل، ده انت من حقك، ده انت اول واحد يختار في الارض، لان الثلاث السبتين والنص اللي فاتوا دول كانوا فين؟ كانوا شرق الاردن. فكالب ده اول واحد يختار، من حقك تختار اي حاجه. فقالوا لا انا هختار اصعب حته، الناس اللي عايشين فيها العناقيين دول، والمدن عظيمه ومحصنه، يعني بيختار الصعب. لعل الرب معي فاطرد كما تكلم الرب. كلمه لعل مش معناها انه بيشتكي يعني شاكك، لعل يعني لا الله هيكون، لعل الله سيكون معي، يعني بكل يقين، لان انا عارف ان ربنا هيكون معايا، زي ما اتكلم زي ما هطردهم. فباركه يشوع واعطى حبرون لكالب ابن يفنة. اتاري كالب ده عميق عمق. انتوا عارفين حبرون دي اللي هي انهي ارض؟ اشمعنى اختار الحته دي؟ جبل وصعب عايش فيه العناقيين، فصعب عليه جدا، لان حبرون دي اللي مدفون فيها مين؟ ابراهيم واسحاق ويعقوب وساره ورحيل، كل الطقم القديم ده مدفون في الحته بتاعت حبرون دي. فكالب اول حاجه لفتت انتباهه لما دخل ارض الموعد، يطرد العناقيين من الارض اللي فيها اجداده، وهي دي اللي ياخدها. راجل يعني قلبه مش معانا خالص، لا بيبص على الحته النظيفه الحلوه السهله اللي مليانه زرع، لكن اختار اختيار روحي، اختار اختيار روحي. يا ريت نعلم اولادنا بالذات ان اولوياتنا في الاختيار تكون روحانيه، حتى في حته السفر. اسف اني بتكلم في كده، السفر والدراسه بره والشغل بره والهجره بره ما فيهاش حاجه غلط، جميله حلو مناسبه، في بعض ناس مناسبه ليهم جدا، لكن احرص انك زي ما جيت تدرس ملف السفر بره ده من حيث الفلوس والشغل والاوبورتيونيتي وعيالنا يبقوا عايشين في جو نظيف والكلام ده، في اولويه كبيره، هل ده هيساعد على خلاص نفسهم ولا لا؟ ما بقولش اللي قلبين دول غلط، الاختيارات والتفكير بالطريقه دي مش غلط، لكن هل انا حطيت خلاص نفسهم من ضمن البرايورتيز ان لم يكن هو البرايورتي الاولانيه؟ الكتاب المقدس مليان ناس اختارت ارض وهجرت وغلطت، وناس تانية هجرت وفلحت. يعني ابراهيم هاجر من ارضه وراح ارض كنعان اكوردنج للي ربنا قاله له فنجح. لوط اختار ارض اكوردنج لعينيه سقط. يوسف اختار ارض غصب عنه فضل متمسك بربنا نجح. يعقوب اختار ارض حسب شهوته وكذبه واحتياله عند لبان سقط. يبقى الاختيار المادي والدنيوي مش شرير دايما، لكن يصح يسبقه الاول الاختيار الروحي. كالب بقى يعقدنا كلنا، لان ده القلب كما يريده الله، وهنشوف هيحصل معاه ايه كمان. فاضل حتتين بس لكالب اتذكر فيهم قدام شويه، هقراها لكم برده بسرعه. واضح ان كالب ده شخصيه تعقدنا ليه؟ لان قلبه very spiritual، روحاني جدا، ما حطش اي حسابات اصلا ارضيه، مش بس حطها في الاخر، ما حطاش اصلا. انا لسه هتشوفوا الحته اللي جايه بصراحه عجيبه الشكل. تعالوا ننقل ونشوف كماله القصه بتاعه كالب في يشوع 15 الصح اللي بعده. بصوا الايه رقم 13. واعطى كالب ابن يفنة قسما في وسط بني يهوذا حسب قول الرب ليشوع قرية أربع أبي عناق هي حبرون، وطرد كالب من هناك بني عناق الثلاثة. عايز أقول لكم بقى، الشخص الوحيد في السبط الوحيد في ال 12 سبط اللي نظف الحتة اللي قاعد فيها كلها، وعشان كده ده سبط يهوذا اللي هيجي منه المسيح، سبط نقي ما دخلش جواه عبادات أوثان، إن هم من أيام يشوع نقوا أرضهم على إيد مين؟ على إيد كالب الرجل الشجاع ده. طب اكمل حكايته في إيه؟ أنا لسه ما شفت الحتين اللي جايين رائعين. لصح 19 بقى شوفوا كالب هيعمل إيه. فاكرين لما قلت لكم وإحنا بنشرح في الخريطة
جبت سيرة سبط كده ما كانش ليه أرض. مين السبط ده؟ لا، في سبط ما ملوش أرض فخدوه وسطيهم شمعون، ذكرتها كده. عارفين دي متقالة من إمتى؟ من أيام يعقوب. عارفين يعقوب قبل ما يموت وصى أو تنبأ بتوصية لكل سبط، فجه عند شمعون ولاوي وقال لهم في وسط إخواتكم تتفرقون، وفعلا ده اللي حصل. سبط لاوي هيتفرق وسط الأصباط، وشمعون ما تعرف اتنسى، ما كانوش ايه، ما شمعون ما كانش ليه أرض. مين اللي صعب عليه؟ كالب. حتى الحتة الصغيرة اللي هياخدها بيفكر في غيره اللي ما خدش أرض، هيجي يسكنه وسطيه. وخرجت القرعة الثانية لشمعون لسبط بني شمعون حسب عشائرهم، وكان نصيبهم داخل نصيب بني يهوذا. بصوا الآية رقم 9، ومن قسم بني يهوذا كان نصيب بني شمعون، لأن قسم بني يهوذا كان كثيرا عليهم فملك بني شمعون داخل نصيبهم. سبط إيه اللي كثير عليهم؟ لما تيجي تشوفوا التقسيمة، لا سبط منسه واخد حتة أكبر طبعا، وسبط إبراهيم واخد حتة أكبر، وسبت اللي فوق خالص أشير واخد حتة كبير. يهوذا واخد المسؤولية انه يفكر مين اللي مغلوب على أمره وياخده يسكنه وسطيه، ومين المتحدث الرسمي باسم سبط يهوذا؟ كالب. فكالب على طول راح جاري على يشوع وقال له بص، شمعون دول يجوا معانا مفيش مشكلة. ده انت كالب، ده انت من حقك تبني قصور لو عايز. قال لا، ما ينفعش اسيب اخويا كده. وراح واخد شمعون مسكنه في وسط سبطه اللي هو سبط يهوذا. هل ده اخر موقف؟ لا، في موقف اخير في يشوع 21 والآية 11، اخر حتة الاصحاح 21 بيتكلم على تقسيمة سبط لاوي كمان. بصوا بقى يعمل ايه كمان يا الرجل ده. آية رقم 10، مش 11، آية رقم 10. فكانت لبني هارون من عشائرهم القهاتيين من بني لاوي، لأن القرعة الأولى كانت لهم. اللاويين هيبتدوا يورثوا بقى. آية 11، وأعطوهم قرية أربع أبي عناق، هي حبرون في جبل يهوذا مع مصرعها حواليها. اللاويين كان من حقهم ياخدوا بلد من كل سبط عشان يعيشوا وسط الأصباط. يوموا سبط يهوذا عايز يديهم بقى بلد من البلاد، يقوم مدينهم أنهي بلد؟ حبرون اللي تعب فيها كالب، يجي مديها متأشرة كده لمين؟ للاوي، وهو ياخد بعضه ويخرج ويعيش مع سبط يهوذا في حتة ما كانتش بتاعته. يا خبر على الغربة والإحساس إن الأرض دي مش بتاعتي، وأنا جاي هنا علشان أكمل الحرب الروحية وأشوف إخواتي ما خدوش فينا سكنهم معايا، وبعدين لما يجي اللاويين يسكنوا ما يصحش برضو، اللاويين لازم ياخدوا الأرض اللي مدفون فيها إبراهيم وإسحاق ويعقوب. طب فين الأرض دي يا كالب؟ الأرض اللي هو تعب فيها وخطر بحياته فيها وحارب فيها عشان يطرد بني عناق، هي دي حبرون اللي يقوم مديها لمين؟ للاوي. في منتهى الجمال هذا القلب الذي لكالب الاسم اللي على مساومة، قلب نقي ومتواضع ويفكر في غيره. لو عايزين ناخد الأربع صفات اللي ظهروا في كالب في الأربع مواقف اللي قرناهم دول نطلع إيه؟ أول حاجة القلب المؤمن. مش كالب أول حادثة ليه لما رجع وقال أنا مش هكلمكم على اللي شفته بعناية، لكن هكلمكم على اللي جوه قلبي. طب إيه اللي جوه قلبي ده؟ يعني الإيمان. رقم اتنين، كان ممكن يظهر عليه علامات الغيرة من يشوع، إلا إن هو ما عندوش القصة دي خالص، ففي قلبه تواضع. يقول لك القلب ها المنكسر والمتواضع لا يرزله الله. يبقى أول حاجة ربنا يحبها في القلب، القلب اللي فيه إيمان. رقم اتنين، القلب المتواضع. رقم تلاتة، كالب جواه استعداد للحرب والاستمرار وعدم الكسل لغاية آخر ما بقى عنده 85 سنة. دي اللي نسميها إيه بقى؟ اللي قلناها يجدد مثل النسر شبابك دي، اللي نسميها القلب، ما ينفعش نقولها المخاطر، لكن نقولها الناري، القلب الناري. عارفين لما نقابل خادم كارز كده عايز يجيب الناس كلها لربنا،
ويفضل لغاية آخر شيطان يطلعه من البلد اللي هو بيخدمها دي أو من القرية اللي هو فيها دي. قلب ناري، يبقى قلب مؤمن، قلب متواضع، قلب ناري. وأخيرا حتة أنه يفكر في شمعون اللي مش لاقي حتة، ويفكر فيها في لاوي اللي من حقه ياخد أرضه. إيه الصفة الجميلة دي؟ طبعا دي المحب. يبقى القلب المؤمن، القلب المتواضع، القلب الخدوم والناري، وأخيرا القلب اللي مليان إيه؟ اللي مليان حب. القلب المنكسر والمتواضع لا يرزله الله. فاكرين القصة اللي حكيتها لكم بتاعت الخادم اللي راح من فترة أسبوعين فاتوا راح يخدم في قرية، فقابلته الست اللي كانت بتجوز أخوها؟ ده قلب نقي خالص، وكل هدفها إن هي تجمع الفلوس عشان خاطر أخوها. النوع ده بقى ربنا يفتح له السماء وينزله العذراء والبابا كرولوس يلحقه قبل ما ينتحر. ليه؟ قلب نظيف. ربنا الإنسان ينظر إلى العينين، ربنا ينظر إلى القلب، حتى لو تصرفات نص كم كده، لكن القلب النظيف ده ربنا يلحقه بسرعة قوي. ربنا يحب القلب المنكسر والمتواضع، القلب المؤمن، القلب الناري، والقلب المحب لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد. أمين.